تاسع عهدة تشريعية للمجلس الشعبي الوطني غابت عنها الأغلبية المطلقة. 407 مقعدا حجز الأفلان 105 منها ليحافظ على المرتبة الأولى، ولأول مرة في تاريخ الجزائر تحول الأحرار إلى ثاني قوة سياسية ب78 مقعدا، فيما حافظت حركة مجتمع السلم على المرتبة الثالثة بنصيب 64 مقعدا. إن برلماننا يستفيد مبدئيا من ثقة ومصداقية معلنة إيجابية مبنية على أسس تركيبته المتميزة لأول مرة والمشكلة من معايير جماعية وفردية قانونية سمحت بظهور بوادر مجلس شعبي وطني مشكل من أغلبية من الشباب والنساء وكذا الجامعيين. بعد 72 ساعة من تاريخ الاقتراع اتضحت معالم الغرفة السفلى للبرلمان بتشكيلة 74.94% منها ذو المستوى الجامعي ونسبة مشاركة بلغت 23.03% بعد تبني نظام القائمة المفتوحة وضمان مشاركة المرأة والشباب. تطبيق النظام الانتخابي الجديد سمح بتعديل نمط التمثيل الشعبي على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، ما يستوجب في نظرنا دراسة معمقة واستخلاص للعبرة الناجمة عن ذلك. وفق تغير ميزان القوى التقليدي في الغرفة السفلى للبرلمان، سيمارس المجلس مهامه التشريعية خلال عهدته البرلمانية الجديدة بتشكيلة مغايرة ينتظر منها تمثيل في مستوى طموح الناخبين.